هن ونحيي صمودهن، وبعضهن حتمت أقدارهن أن يواجهن يوميا متاعب شتى ويعشن في ظروف صعبة، فاستطعنا تحديها والصبر عليها رغم الألم. على خط النار شاءت الأقدار أن تشيد منازلهم، ولأجل كسب قوتهم سلكوا ماضينهم في طريق الموت، طريق منها عاد البعض وآخرون فقدوا جزءا من أجسادهم، ومنهم من أتت الألغام عليه فقط لأنهم يبحثون في جبال اكتسحتها الأيادي الغادرة عن لقمة عيشهم، هم من مثلت سنة 17 و2000 وما قبلها مأساة حقيقية. فضيلة العباسي إحدى الكادحات اللواتي فقدن ساقهن في مسيرتهن للبحث عن مورد رزقهن. خرجت ناخد مع وليداتي بالكروط، خرجت للجبل، الجبل ما الناس الكل. الفجر عليا خويا ما عادش نجم حتى حاجة، حتى في الدار ما نجمش حتى شيء، نجم كان حاجة خفيفة غسيل حاجة تطيب. هذه الجبال التي كانت فيما مضى صديقة فضيلة أضحت اليوم حلما مزعجا أرهق راحتها وراحة أهل سفوح الجبال الذين طردهم الفقر طويلا وانضاف إلى زادهم الحزين إرهاب كسر حتى حقهم في راحة البال. إسمهان التي تقيم في منزل شبيه بكوخ في سفح جبل سمامة في غرفة مقبلة على الانهيار صحبة أبنائها الخمسة عجزت عن غلق بابها بإحكام، فمنه ومن شقوق جدران المنزل تدفق الفقر ودهم إرهابيون المنزل وأرعبوا أطفالها. نقلع الحالفة ونجيب باش نخدم بها، والخوف هذاك من كل خوف اللي أكثر حاجة ظل نقلع وخايفة على الآخر. هو الجبل هو قريب لينا، الجبل هو وران، الجبل هو الحاجة الوحيدة باش نجيبوا منها باش نعيشوا. عائلات تضررت وآلمها الإهمال والتهميش، ومع مرور كل سنة ينتظرون غدا أفضل في هذه المناطق التي فقدت الكثير من أهلها خاصة خلال سنة 17 و2000 نتيجة انفجار الألغام التي زرعت في طريقهم. 30/5/2016 مشيت معناها من الجبل باش تجني شوية كليل تعاون شوية، ظروفنا ما تسمحش، لكن الغالب فجر لا لغم مش مات، مشيت بدلت برشا حوايج برشا حوايج بدلت، كنت مثلا كانت هي معاونتني شويه معناها في الصغار. هي الحياة، حياة أناس على خط النار تركزوا ورغم الفقر والإرهاب تشبثوا بأرضهم وتجندوا لحماية